معاناة شديدة، لأنه بنعاني. كيف بدنا ننقل من مكان لمكان، والواحد فيش معاه إمكانية. يعني أنا طالعة ومش عارفة عادي وين بدي أروح. قسما بالله توي ناس أعطتني هايهم أجار الطريق 5 شيكل عشان أروح أعالج ابني. المعاناة من يوم ما طلعنا من دورنا واحنا بنعاني. طبعا الخوف، القلق، الخوف على اولادك انهم يطلعوا في الشارع يلعبوا، فش يعني لا بتنام لا نوم زي الخلق، ولا قاعدة زي الخلق، ولا اكل زي الخلق، ولا يعني عشتنا مرمطة زي ما نقول، اتمرمطنا في هالحرب هذه.